ده انا على قاعه وزاره البترول لقينا ما زالت صوره السيد المخلوع عميل الامريكان واليهود، صورته ما زالت محطوطه على مكتب السيد الوزير والساده وكلاء الوزاره. فبقول للعامل شيل لو سمحت وادي، بيقول لي ده مش مسؤوليتك لو سمحت. طبعا هزقت طبعا لانه مش محترم، لان دي مسؤوليتنا، دي وزارتنا، وزاره الشعب مش وزاره الايه، مش وزارة يعني انتوا ضد تصدير الغاز لاسرائيل يعني؟ طبعا جدا طبعا جدا طبعا جدا، الشعب كله المصري كله ضد العصابه الظالمه دي الفجره دي. تمام.